إذا الإنسان المشاهدات التي أمامه لم تهده إلى الحق، يعني نرى في كل يوم الله سبحانه وتعالى يخلق من البشر ومن الحيوانات ومن الطيور ومن، فهذه المشاهدات تدلنا على أن الذي يخلق هذه الأشياء بكل سهولة يستطيع أن يعيدنا. ومن نظر في حياة الأنبياء والمعجزات التي ظهرت على أيديهم مشاهدات، وأمام هذه المعجزات الباهرات التي دلت على صدقهم كان أعمى البصيرة، لم يقصد الهداية، لم يقصد. فإذا الأمور الواضحة هذه انعمى عن حقيقتها فهو في الآخرة أعمى. كيف هذا الإنسان الذي انعمى عن هذه الحقائق الباهرة أمامه سيصدق بالبعث والنشور وإلى ما يتبع ذلك؟ إذا الشيء المشاهد أمامه ما أثر فيه لحبه للضلال ولقصده للضلال ولعزيمته على الضلال، كيف سيؤمن بالآخرة؟